فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم وضع تماثيل على هيئة العظماء والعلماء؟ وهل يجوز تعليق صورهم لبيان عظمتهم وتذكر محاسنهم؟ هذا ما حصل من قوم نوح، وتعلمون ما ترتب عليه بعد ذلك من حدوث الشرك بسببها، صور الصالحين ونصبها وتعليقها حدث الشرك في الأمة على عهد نوح عليه السلام بسبب صور الصالحين وتعظيم صور الصالحين، فلا يجوز هذا العمل. نحن نقتدي بالصالحين ونحبهم وندعو لهم، أما أننا نجعل لهم صورا فهذا لا يجوز. ما يجوز تصوير الآدميين لا الأحياء ولا الأموات، وتصوير الصلحاء والعظماء فيه شر وفيه فتنة.